هذه الندوة الدولية التي تنظم في المغرب للمرة الثانية فهي تبرهن على أهمية المغرب في المجال ديال الجهاز التحتية، خصوصا بعدما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، لا في مجال طرق السيار ولا في مجال القناطر. واليوم الموضوع الذي سنتباحث حوله هو الموضوع المرتبط بإشكالية التغيرات المناخية وانعكاساتها على الجهازات التحتية. فكما تعلمون مع هذه التغيرات المناخية هنالك عوامل قصوى مثل الفيضانات، مثل الجفاف، مثل الثلوج، وهذا يتطلب تقنية جديدة لضمان صيانة هذه الجهازات التحتية، وكذلك حكامة جديدة للاستباقية، وكذلك للتدخل السريع لحل الإشكاليات المطروحة بالنسبة للمواطنات والمواطنين في مجال السير. شكرا لكم. الشركة الوطنية قامت برابع مؤتمر خاص بالتنمية المستدامة بشراكة مع الفيدرالية الدولية للطرق. أهمية هذا اللقاء أنه قبل أسابيع من كوب 27 الذي سيقام في شرم الشيخ بمصر إن شاء الله، فالهدف هو معرفة شنو هما المقترحات اللي خصنا نعملو ماشي كشركة مي كفيدراليات فيما يتعلق بمجال النقل عموما. ونود شرح ما قامت به الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا المجال، وما قامت به الشركة الوطنية للطرق السيارة في هذا المجال، كما نحاول معرفة أحسن التجارب التي أقيمت في دول أخرى حتى نتمكن من الاستفادة منها ونقل هذه التجارب إلى أفريقيا، لأن هذا دور الشركة المغربية تود أن تكون رائدة في القارة الإفريقية. فهذا اليوم هو يوم دراسي يفتح يعني تجارب على جميع المجالات فيما يتعلق بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام.